السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا يونت 2، let's get fat. let's get fat ده expression او مصطلح معناه دعنا نكون اصحاء. let's get fat، خلينا نكون بصحة جيدة، ان احنا نلعب رياضة، ان احنا ناكل healthy food او اكل صحي. ولما انا اجي اقولك تعال نعمل كده هقولك let's get fat، دعنا نكون اصحاء، دعنا نكون بصحة جيدة. وبيزي بي بتقول لنا هنا look انظر listen استمع and read read واقرأ. فهنا معنا اصدقائنا قاعدين بيتكلموا مع بعض. صديقنا يوسف هنا بيقول my cat is small and young. my cat قطتي is small صغيرة and young وصغيرة في السن. small هنا صغيرة، بس صغيرة في الحجم. لما اجي اتكلم عن حاجة وحجمها صغير بقول عليها small. young young يعني صغير السن، عمرها صغير. لازم ناخد بالنا من الاختلاف في المعنى بين الكلمتين دول، small صغير الحجم، young صغير السن. it has هي تملك، هي لديها. وطبعا verb to have احنا خدناه في الحلقتين بتاعت الجرامر الخاصة بالصف الاول والصف الثاني الابتدائي، موجود فيهم الجرامر المقرر علينا في المنهج الجديد. ف verb to have بالنسبة لغير العاقل اللي هو الحيوانات والجماد بنقول عليه has. has يعني يملك، بس يملك هنا لغير العاقل، فبنقول it has هي لديها 3 black feet. 3 black feet ثلاث أرجل سوداء، and one white foot and one white foot وقدم واحدة بيضاء. وطبعا البلورال والسنجولر أو الجمع والمفرد موجود برضو في الحلقات بتاعة الجرامر المقرر علينا. foot يعني قدم، الجمع بتاعها بيكون feet. وموجود ازاي بنحط الكلمات في البلورال او في صيغة الجمع والكلمات المقررة علينا برضو في المنهج الجديد. فهنا بيقول لنا it has three black feet، عندها ثلاث ارجل سوداء، and one white foot وقدم واحدة بيضاء. it plays a lot. it plays a lot انها تلعب كثيرا. فمرة كمان my cat is small and young. it has three black feet and one white foot. it plays a lot. فصديقتنا بترد عليه وبتقول له my tortoise. tortoise يعني سلحفاة، زيها زي turtle بالضبط. tortoise my tortoise السلحفاة بتاعتي is old. is old عجوزة كبيرة في السن، and slow. and slow وبطيئة. my tortoise is old and slow. لا، السلحفاة بتاعتي كبيرة في السن وبطيئة. it has هي لديها 4 short legs. انها لديها 4 short legs. short legs اقدام قصيرة. and a funny face. funny face وجه مضحك، وجه مرح، وجه غريب. it usually هي عادة، دايما يعني sleeps. sleeps بتنام. it doesn't run. it doesn't run هي لا تجري. وهنا يا اصحابي بيكلمنا عن البادي بارتس. البادي بارتس او اجزاء الجسم المختلفة الخاصة بالهيومن بادي او الانسان، وكمان الانيمالز او الحيوانات. look انظر listen استمع write and say اكتب وقل. فهنا عندنا الصورة دي زي ما قلنا فيها boy او ولد صغير، وايجل an eagle او نسر من النسور. فهنا البادي بارتس المختلفة او اجزاء الجسم المختلفة الخاصة بالبوي وبالايجل مش مكتوب اسمائها. المفروض هنكتب اسم كل جزء من اجزاء الجسم دي بشكل صحيح في المربعات الفاضية الموجودة جنب كل جزء.
ومدينا هنا بعض الكلمات arm arm يعني ذراع beak beak يعني منقار face face يعني وجه feet feet يعني أقدام head head يعني رأس leg leg يعني رجل talons talons يعني مخالب teeth teeth يعني أسنان wing wing يعني جناح. فأول حاجة يا أصحابي نبدأ من عند البوي، فهنلاقي الرأس بتاعته موجود عليها سهم وفي مكان فاضي نكتب فيه الاسم. احنا قلنا رأس يعني ايه يا أصحابي؟ شاطرين، رأس يعني head head، فهنكتب هنا head وهنقول head head head، وهنشطب على كلمة head هنا عشان ما نستخدمهاش مرة تانية. تاني حاجة عند البوي المفروض ان هو في سهم بيشاور عليها هو وجهه. وجه يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، وجه يعني فيس، فهنكتب هنا فيس 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 يعني وجه. مرة كمان فيس 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 يعني وجه. تالت حاجة موجودة هنا في سهم بيشاور على اسنانه. احنا قلنا اسنان يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، تيس تيس يعني اسنان تيس تيس يعني اسنان. واخر مكان فاضي عند البوي هنا سهم بيشاور على ذراعه. احنا قلنا ذراع يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، ارم ارم يعني ذراع ارم ارم يعني ذراع. اما بالنسبة للايجل او النسر، ده اول حاجة السهم بيشاور عليها هي المنقار بتاعه. احنا قلنا منقار يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بيك بيك يعني منقار بيك بيك يعني منقار. تاني حاجة الجناح بتاعه في سهم بيشاور عليه. احنا قلنا جناح يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، وينج وينج يعني جناح وينج وينج يعني جناح. واخر حاجة المخالب بتاعت ايده. احنا قلنا مخالب يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، تالونز تالونز يعني مخالب تالونز تالونز يعني مخالب. وبيوضح لنا هنا الجزئية بتاعت السينجولر والبلورال او المفرد والجمع. زي ما قلنا في كلمات بيبقى الجمع بتاعها مختلف عن المفرد بتاعها، زي كلمة tooth tooth يعني سنة، الجمع بتاعها teeth teeth يعني اسنان. وزي كلمة foot foot يعني قدم، الجمع بتاعها feet feet يعني اقدام. وفي الجزء ده يا اصحابي بيزي بي بتقول لنا look انظر play العب and say yes or no، وقل نعم او لا. فهنا بنتكلم عن الكروكودايل او عن التمساح. اصحابنا دول بيتكلموا عنه عن البادي بارتس بتاعته او اجزاء الجسم بتاعته. فصديقنا هنا بيقول لها do crocodiles have wings do crocodiles have wings، هل التماسيح لديها اجنحة؟ فهي بترد عليه وبتقول له no they don't no they don't، لا هم لا يملكوا اجنحة. فهو بيقول لها correct صح. فهي بتسأله وبتقول له do crocodiles have claws claws يعني مخالب claws يعني مخالب. فهنا بيقول لها yes they do yes they do، نعم هم كذلك هم عندهم كلوز او مخالب. فهي بتقول له correct correct او صحيح، اجابة صحيحة. وبيزلي بتقول لنا هنا listen and read، listen استمع استمع لي وانا بقرأ and read وبعد كده اقرأ لوحدك. فهنا بنتكلم عن hoopoes hoopoes او الهدهد. hoopoes are small birds hoopoes are small birds، الهدهد او الهداهد هي طيور صغيرة. They have orange, black and white feathers. They have هم لديهم orange, black and white، برتقالي واسود وابيض feathers
ريش، الريش بتاعهم لونه برتقالي واسود وابيض. They have long thin beaks. They have، هم لديهم long طويل، thin رفيع، beaks beaks مناقير، يبقى هم عندهم مناقير طويلة ورفيعة. مرة كمان، They have long thin beaks. Their beaks، مناقيرها، help them، بتساعدها، find and tagged insects، insects الحشرات، and spiders، and spiders والعناكب، to eat لتأكلها. مرة كمان، their beaks، مناقيرها، help them، تساعدها، find and tagged insects الحشرات، and spiders، spiders العناكب، to eat لتأكلها. مرة كمان، hoopoes are small birds. They have orange, black and white feathers. They have long thin beaks. Their beaks help them find insects and spiders to eat. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وبيزي بي بتقول لنا هنا look, انظر، and complete، and complete واكمل. مدينا هنا مجموعة صفات او adjectives. الصفات دي صفات عكس بعضها، يعني هنا مثلا في صورة فيها رجل وامرأة، رجل طويل والست قصيرة. مكتوب هنا short، short قصير، tall، tall طويل. ومكتوب تحت الصورة the woman is ايه يا اصحابي؟ شطرين. The woman is short، المرأة قصيرة. The man is ايه يا اصحابي؟ شطرين. The man is tall. في الصورة التانية في واحدة ست وماسكة بيبي صغير، ومكتوب old ومكتوب young. old كبير في السن، young صغير السن. مكتوب the baby is ايه يا اصحابي؟ شاطرين. The baby is young. The woman is ايه يا اصحابي؟ شاطرين. The woman is old. وفي الصورة الثالثة في عربية حديثة، وفي واحد وماسك في ايده بايسكل او عجلة، ومكتوب هنا slow بطيء، fast سريع. وبيقول لنا هنا the car is ايه يا اصحابي؟ شاطرين. the car is fast يعني سريعة. the bicycle is ايه؟ شاطرين. the bicycle is slow بطيئة. وفي الجزء الثاني من البيج دي يا اصحابي بنتكلم برضو عن الادجكتيفز او عن الصفات. وبيزي بي بتقول لنا هنا look، انظر، listen، استمع، and read، واقرأ. وجاب لنا هنا في اول صورة في هنا عداء او شخص بيجري في سباق من السباقات الجاري، مكتوب جنبه he is fast. He is tall، هو طويل. He is fast، هو سريع. ومكتوب في السطر الثاني He is tall and fast، هو طويل وسريع. فمرة كمان وقولوها ورايا، He is tall and fast. في الصورة التانية يا اصحابي في راجل كبير ماسك ايد بنته صغيرة، مكتوب جنبيهم she is short، هي قصيرة. she is slow، هي بطيئة. she is short and slow، هي قصيرة وبطيئة. she is short and slow. مرة كمان، she is short and slow. وفي الصورة الثالثة يا اصحابي في صورة ولد وبيجري، الولد ده شكله صغير في السن
وبيجري بسرعة. فمكتوب هنا he is young، هو صغير السن. he is fast، هو سريع. he is young، he is fast. he is young and fast، هو صغير السن وسريع. he is young، he is fast. he is young and fast. مرة كمان he is young، he is fast. he is young and fast. وفي اخر صورة هنا يا اصحابي في امرأة كبيرة في السن وماشية وبتتسند على العكاز بتاعها، ومكتوب جنبها she is old، هي كبيرة في السن. she is slow، هي بطيئة. she is old and slow. she is old، she is slow. she is old and slow. مرة كمان she is old، she is slow. she is old and slow. وبكده نكون انهينا الجزء ده وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.